مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. كالعادة هتكون حلقة غاية في الأهمية لأننا عندنا العديد والعديد من الأخبار المتنوعة سواء على المستوى المحلي المستوى العالمي وبالتحديد كمان كل ما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي. ضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ محمد جمال الناقد الرياضي وهنستفيد في الحديث عن بعض الأمور الهامة. نروح الأول نشوف أهم وأبرز عناوين حلقة اليوم. يلا بينا. مؤتمر صحفي لفايلر وعاشور غدا قبل مواجهة الهلال السوداني. علي معلول يخضع لفحص طبي اليوم. تدريبات استشفائية للاعبين المشاركين في مباراة بني سويف. حسام البدري يرفض خوض منتخب مصر مباراة ودية في مارس. برنامج إعداد مكثف للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020. محمد صلاح ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي. طيب خليني أبتدي مع حضراتكم بهذا الخبر الهام وهو بيتعلق بقناة النادي الأهلي. شركة استادات تتولى إدارة قناة الأهلي وتستحوذ على برزنتيشن لايف. تعلن شركة استادات القابضة نجاحها في الاستحواذ على نسبة 51% من أسهم شركة برزنتيشن لايف صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة النادي الأهلي. وبموجب هذا الاستحواذ تتولى شركة برزنتيشن لايف إدارة قناة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة استادات القابضة. وتسعى شركة استادات لتطوير قناة الأهلي وبرامجها ومحتواها واستوديوهاتها والوصول بها إلى مستوى عالمي يرضي عنه كل مشجع أو يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وذلك وفق خطة أو خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وتطوير كافة المنشآت الرياضية. ده خبر مهم جدا. وبالمناسبة النهاردة هيبقى في مؤتمر صحفي بالليل في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيبقى في إعلان عن بعض المفاجآت الهامة جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي، وهيكون كل هذا المؤتمر من خلال شاشة قناة النادي الأهلي تتابعوه لحظة بلحظة. ده خبر كان مهم ابتدينا بيه حلقة اليوم. طيب امبارح كانت مباراة الأهلي وبني سويف في بطولة كأس مصر دور 32، وقدر النادي الأهلي ان هو يفوز بنتيجة 3-1 في مباراة كانت قوية بالمناسبة، مباراة كانت كويسة جدا. فريق بني سويف عايزين نحييه وكل التحية في الحقيقة على الأداء اللي عمله بالتحديد في الشوط الأول وجزء من الشوط الثاني أمام نادي كبير زي النادي الأهلي، وكانوا ند بشكل مميز وكانوا منظمين داخل الملعب. واضح ان هو فريق جيد في الحقيقه، واضح ان هم عندهم طموح كبير جدا في التواجد في الدوري الممتاز مستقبلا، وهم بيشتغلوا على هذا الطموح. لكن في كل الاحوال اللي يخصنا ايه، ان النادي الاهلي عمل مباراه جيده تحديدا في الشوط الثاني ومكاسب عديده بالنسبه للنادي الاهلي من هذه المباراه بتتمثل في عدد من امور، يعني ابرزها الراجل اللي جاب الجون ده او جاب جونين امبارح وليد ازارو، استعاده الثقه بشكل كامل، وده مهم قوي قوي في خطه المدير الفني لمرحله غايه في الاهميه مقبله بالنسبه للفريق في مختلف البطولات وتحديدا بطوله دوري ابطال افريقيا. ازارو مش عايزين ننسى امكانياته، مش عايزين ننسى قدراته، مش عايزين ننسى كمان ان هو هداف الدوري الموسم قبل اللي فات ب 18 جون واكثر لاعب اجنبي جاب اهداف في موسم واحد، فكلها مكاسب جيده. وابرز مكسب طبعا وليد ازارو، ايضا احمد الشيخ اللي عمل مباراه جيدة وأحرز هدف، أضع هدف آخر ما يضيعش في الحقيقة. عندك كمان أليو ديانك كان مميز في وسط ملعب النادي الأهلي، يعني مجموعة من اللاعبين وخصوصا في ظل إشراك مستر فايلر لعدد من اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا في الفترة اللي فاتت، فأنت جهزت أكبر كم ممكن من اللاعبين المتاحين بالنسبة لك بخلاف طبعا المصابين إن شاء الله يعودوا سريعا لما هو قادم من تحديات مختلفة بالنسبة للفريق في مختلف البطولات محليا وأفريقيا. فمبروك لكل جمهور النادي الأهلي التأهل لدور 16. المواجهة المقبلة هتكون في بطولة كأس مصر مع احد الفائزين او الفائز من مباراه امبي والترسانه. ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في هذه البطوله. لكن الاهم بالنسبه لنا ايه، بعد بكره مباراه غايه في الاهميه امام الهلال السوداني في بطوله دوري ابطال افريقيا والجوله الثانيه من دور المجموعات ودور 16 في هذه البطوله. بعد الهزيمه في المباراه الاولى امام النجم الساحلي، هذه الهزيمه الظالمه من الجانب التحكيمي
بنتيجه 1-0. في المقابل فريق الهلال السوداني قدر ان هو يفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي في السودان بنتيجه 2-1. فمن هنا جاي اهميه هذه المباراه ان انت تعود للانتصارات الافريقيه وتبتدي مشوارك الافريقي بثلاث نقاط بعد الاخفاق في اول مباراه. فالاستعدادات اكيد قويه جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي اللي هيكون باذن الله متواجد في ملعب المباراه. بالمناسبه خلاص بقى رسمي زياده عدد الجماهير ل 15,000 مشجع بعد العشرة، وده شيء جيد جدا ونشكر عليه الجهات الامنيه، لان اكيد النادي الاهلي محتاج لجماهيره العظيمه في كل المباريات. ايضا استعدادات هتكون قويه دايما للجهاز الفني واللاعبين لهذه المباراه الهامه والحاسمه. بالتالي خلينا نتكلم شويه على اخبار الفريق النهارده. تدريبات كانت استشفائيه للاعبين اللي شاركوا في المران او اللي شاركوا في المباراه بالامس بشكل كامل. النهارده في المران كان لهم تدريبات استشفائيه على استاد مختار التتش. المران بالتحديد كان في تمام الساعه 11 الصبح، واكيد كان مران هام. واللاعبين اللي شاركوا في المباراه كان لهم تدريبات من خلال الجري حوالين الملعب وبعض تدريبات فك العضلات، وده شيء مهم في اطار الاستشفاء والاستعداد للمباراه المقبله. بالنسبه لعلي معلول بيخضع لفحص طبي اليوم، واحنا عارفين ان علي معلول عنده شد في العضله الضمه، فبالتالي هيغيب عن مباراه الهلال وغاب عن مباراه الامس. فهو المفروض فتره الغياب بشكل كامل هتبقى اسبوعين ان شاء الله، يعود سريعا. النهارده الدكتور خالد محمود قبل المران كده اطمن عليه، وكان فحص طبي بالنسبه له عشان يطمنوا على البرنامج العلاجي والتاهيلي الخاص باللاعب، وكان عنده بعض التدريبات التاهيليه في الجيم تحت اشراف كمان الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. طيب رمضان صبحي ومحمد هاني بينتظموا في التدريبات الجماعيه. رمضان صبحي كان واخد راحه بعد بطولة الأمم الأفريقية للمنتخب الأولمبي، شارك في مباراة النجم الساحلي، لكن بعد مباراة النجم الساحلي مباشرة خد راحة لأنه كان بيتعرض لإجهاد واضح في الحقيقة، لكن خلاص بيشارك في التدريبات الجماعية النهاردة بشكل كامل. نفس الحال بالنسبة لمحمد هاني، أيضا كان عنده زي إجهاد عضلي وخلاص بقى جاهز وبيشارك أو شارك النهاردة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي. نتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله. تدريبات كمان متنوعة وتقسيمة قوية في مران الأهلي. النهاردة كان في بعض التدريبات المتنوعة خاصة بفقرة الكرات العرضية، بعض الجمل التكتيكية، بعض الجمل الفنية الخاصة بمستر فايلر اللي قدر اللاعبين ينفذوها من خلال التدريب. وكمان كان في تقسيمه مع نهايه المران، وده امر بيبقى معتاد مع نهايه كل مران. مستر فايلر بيحاول ينفذ كل افكاره من خلال هذه التقسيمه، وان هو يحفظ لاعبي النادي الاهلي دورهم وواجباتهم داخل الملعب عشان باذن الله تعالى ينفذوها في المباريات المختلفه. كمان على هامش المران النهارده كان في اجتماع بين كابتن سعد عبد الحفيظ ومستر فايلر لمناقشه بعض الامور التنسيقيه والاداريه الخاصه بمباراه الهلال السوداني. طيب قبل ما اتكلم على مباراة الهلال السوداني بتفاصيل اكتر، خلينا نروح نشوف تقرير عن مباراة الامس مع مستر ريني فايلر وتصريحاته عقب هذه المباراة. يلا بينا. Alors d'abord, je dois dire que le stade m'a beaucoup plu. Ça, c'est un très beau stade. C'est un plaisir d'être présent ici et de jouer un match dans un stade comme ça. Et après le match, on a pas bien joué la première mi-temps, ça c'est clair. Il faut pas discuter ce qui s'est passé à la première mi-temps. La deuxième mi-temps était beaucoup mieux. طبعا احنا بالنسبه للمباراه الشوط الاولاني طبعا متفقين ان احنا ما لعبناش كويس، ما قدمناش الاداء بتاعنا. الشوط الثاني لعبنا احسن. Deuxième mi-temps, on a créé plusieurs actions devant le but de l'adversaire. On a d'abord créé des actions et après situé des actions, tu peux aussi marquer des buts. Et deuxième mi-temps, on a marqué les trois buts qui sont décisifs pour se qualifier pour le prochain tour. الشوط الثاني نجحنا ان احنا نخلق فرص كثيره، يعني لعبنا اتحسن وخلقنا فرص كثيره للتهديف، احصد منهم ثلاث اهداف كانوا كافيين ان احنا يمنحونا بطاقه التاهل. الثلاث اهداف كانوا حاسمه ومنحونا بطاقه التاهل للدور الثاني في الكاس مصر. Alors, première partie, vous avez déjà presque tout vous-même répondu. Ça veut dire on a deux matchs qu'on doit préparer cette semaine et c'était pas si facile parce qu'on est rentré tôt le matin samedi. Après le match à Tunisie qui était dur avec 10 joueurs et comme ça j'ai bien mélangé aussi le groupe et on a eu des joueurs qui ont eu repos aujourd'hui et des autres qui ont commencé le match.
حضرتك اجبت في سؤالك على السؤال، يعني المعلومات اللي قلتها في سؤالك كانت هي اجابه على السؤال. وفعلا احنا جايين من مباراه يوم السبت، كانت مباراه صعبه وكانت لعبنا ب10 لاعبين ورجعنا، وكان بنحضر الاسبوع ده ماتشين، فكان عملنا زي خليط بين اللعيبه اللي هتلعب الاساسيه واللعيبه الاحتياطي عشان نلعب المباراه دي تحديدا برضه للمباراه الجايه. Et puis, bien sûr, hein, j'ai aussi remarqué, les joueurs aussi, mais ce n'était pas une surprise pour moi, que les automatismes nous ont manqué, hein, premier mi-temps. Mais ça, c'est aussi normal parce qu'on a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui étaient joués ensemble pour la première fois, la première mi-temps. وبالنسبة للاعبين حابب تقول أداءنا، فعلا لاحظته ما كانش مفاجأة بالنسبة لي، انتقصنا الأداء، نقصنا أداء جيد، وده طبيعي لأن اللعيبة بقالها فترة ما بتلعبش وما بيلعبوش مع بعض بشكل كافي. Alors, ça j'ai déjà dit plusieurs fois, je répète encore une fois, je vais pas discuter en public toutes mes décisions que je vais prendre. Et je suis pas d'accord avec vous que Marwan Mohsen il a pas joué à El Gouna parce que toute l'équipe a fait un bon match là-bas. Et tous les partis hein, sont très décisifs si on joue un match qui est bon. Et moi, je pense que l'équipe a fait un bon match là-bas. طبعا بكررها تاني وبقولها زي ما بقولها كل مره، انا ما بحبش اتناقش في النقاط الفنيه او وجهات نظر فنيه على الملأ، بحب احتفظ بيها لنفسي. بس انا مش متفق مع حياتك في فكره ان مروان محسن عمل ماتش وحش قدام الجونه، بالعكس احنا ادينا مباراه كبيره قدام الجونه، وصراحه محسن جزء من الفريق والفريق كله ادى ماتش كويس وعملها نتيجه كويس. ما vous avez des qualités que j'ai personnellement pas parce que vous êtes pas présent à l'entraînement, vous suivez pas des joueurs comme moi, mais vous savez quels joueurs doivent jouer. Ça c'est vraiment pas mal et je vous donne un compliment. هو بيثني عليك بيقول لك اكيد انت عندك امكانيات مش عندي، لان حضرتك ما كنتش حاضر في التمرين وما اعرفش ايه اللي حصل، ومع ذلك انت بتحكم وتقول اداء اللعيبه شكله ايه، فعندك رؤيه، فانت عندك رؤيه مش عندي. J'ai plusieurs solutions et à la fin je choisis les joueurs qui méritent de jouer, mais comme j'ai déjà répondu avant, il faut préparer plusieurs matchs le même temps. Alors, je ne peux pas vous donner tout le temps des explications pour quelles raisons les joueurs jouent ou les joueurs jouent pas. بيقول حياتك هو يعني هو عنده كذا حلول، كذا كارت بيستخدمه، كروت فنيه، وطبعا كان زي ما قال لك بيعد ماتشين في نفس الوقت، فمش مطالب يوجد يعني اعذار، يقول اعذار ليه لاعب ده وما لعبش. Le calendrier est très dur pour nous hein, parce qu'on a tous les 3-4 jours un match, mais toutes les choses qu'on ne peut pas changer, on va faire le meilleur avec ce calendrier. سامح حضرتك قلت وهو متفق معاك، بيقول لك ماتشات كتيره جدا ورا بعضها، ان كان معدل 3-4 ماتشات يعني كل اسبوع، بس انا ما عنديش حلول ثانيه، لازم نقبل ده ولازم نلعب على حسب المعطيات اللي عندنا. Je vais le préparer sans les deux joueurs. بيقول لك هعد الماتش من غير اثنين لاعبين مش موجودين يعني. طيب يعني تصريحات اكيد مهمه عقب المباراه بالامس مستر ريني فايلر، وبيتكلم على الجوانب الفنيه ان هو دايما بيحب ان هو يحتفظ بوجهات نظره لنفسه لجهازه المعاه، وان هم بيعرفوا يتعاملوا لو في اي قصور في اي جانب فني هم بيتعاملوا، ده دور الجهاز الفني في الحقيقه يعني. لان البعض بصراحه بيطلع يتكلم يقول لك ايه، اصل الاهلي كان وحش الشوط الاول، الاهلي كان مش مستواه، كلام من ده. ده طبيعي يا جماعه، عمر ما في فريق في الدنيا هيلعب كل الماتشات بنفس المستوى، ده مستحيل في الكوره. لكن في كل الاحوال انت بتحقق النتيجه في ظل كمان اداء كان جيد في الشوط الثاني تحديدا، فنتمنى لهم يا رب دايما التوفيق. خلينا نروح نشوف تقرير كمان مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان بعد المباراه بالامس، وكمان حديثهم عن المباراه القادمه امام الهلال السوداني. يلا بينا. طيب يعني كلام مهم جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان بعد مباراه الامس، وكمان كلامهم عن المباراه المقبله امام الهلال السوداني، هذه المباراه الهامه جدا في بطوله دوري ابطال افريقيا. بالمناسبه بما اننا كنا بنتكلم على مباراه بني سويف وقلنا المكاسب، من ضمن المكاسب اللي لازم نقول عليها برضو جيرالدو، امبارح عمل مباراه كبيره جدا لما نزل الراجل مع بدايه الشوط الثاني، كان ممتاز في الحقيقه. فان شاء الله نتمنى له كل التوفيق في الفتره الجايه مع النادي الاهلي وهو في حسابات الجهاز الفني للنادي الاهلي. نقرب من صوره بشكل اكبر، نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، واللي كان متواجد في مران الفريق النهارده صباحا، ونطمن منه على كل جديد يخص الفريق. يا كريم مساء الخير عليك. الخير عليك زميلي امير، وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بك يا كريم، طمنا على استعدادات الفريق لمواجهه يوم الجمعه الهام امام الهلال باذن الله، اتفضل. يمكن طبعا باكد لك يا امير، المباراه الاخيره مباراه بني سويف كان ليها يمكن طبع كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني من حيث الاداء ومن حيث الخروج كمان من الاجواء الخاصه بمباراه النجم الساحلي، كان في شغل كبير جدا بيبذل من الجهاز الفني للنظره للظلم التحكيمي الكبير اللي اتعرض ليه للنادي الاهلي. انت عارف يا امير طبعا بتبقى ليها تاثير على اللاعبين بشكل كبير، اللعيب برضه بيبقى في دماغه
الامور اللي حصلت، بيفكر في المباراه مباراه العوده، لكن كعاده كبار النادي الاهلي وكبات النادي الاهلي كل مباراه بيكون ليها تركيزها، كل مباراه وكل مرحله ليها اهدافها معينه. مباراه الكاس مختلفه بشكل كبير جدا عن اي مباراه اخرى. مباراه الهلال اللي قادمه ليها استعدادات قويه للاعبي النادي الاهلي. النهارده كان التدريب 11 صباحا، يعني نقدر نقول مباراه الامس كانت متاخر شويه 11 صباحا، النهارده ممكن ناس تستنتول التدريب ليه صباحا. يعني الراجل مستر بايلر بيحاول ان هو يدي مساحه كبيره للاعبين ان هو يلتقط الانفاس، لان تدريبا بيكون الساعه 4 عصرا، يعني نقدر نقول باللغه اليوم كده اليوم بيضيع بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. فالنهارده كان التدريب 11 صباحا، كانت محاضره في البدايه لحضور الجهاز الفني بالكامل، حديث لمستر بايلر وكابتن سيد عن اهميه مباراه الهلال. وصلنا بالفعل ل 15000 مشجع، ودي حاجه رائعه ومميزه جدا. يعني جمهورنا ان شاء الله باذن الله كالعاده في المباراه وكل مباريات البطوله الافريقيه بيبقى ليه تاثير كبير. كنا بنطمع ان يكون اكثر من 5000 بالفعل. يمكن مجلس اداره النادي الاهلي بدل شغل بدل مجهود كبير جدا ان يصل الامر ل 15000، وان شاء الله بنطمع كمان ان يكون العدد في زياده خلال المباريات القادمه. بعد المحاضره مباشره النهارده طبعا تدريب الخفيف بالنسبه للاساسيين، تدريب استشفائي خفيف، يعني نقدر نقول 25 دقيقه كان فيها جري خفيف ريكفري بسيط جدا للاعبين، لكن جرعه تدريبيه امير كامله لكل اللاعبين اللي ما شاركتش او شاركت بجزء بسيط في مباراه بني سويف. النهارده يمكن مستر فايلر ركز على الاخطاء بشكل كبير، ركز على التمركزات، التخطيطات العكسيه، وقف المران اكثر من مره، لان في شغل كبير بذل النهارده في خط الدفاع بالتحديد. يعني الراجل النهارده حاول ان هو يكون في بعض التعليمات التخطيطات العكسيه باكد عليها، لان اكد عليها واتكلم كمان معاهم على هدف النجم الساحلي، اتكلم مع هاني بالتحديد، كان لازم هاني تضم شويه ناحيه اليمين، وده اللي احنا كنا بنسمعه عن طريق طبعا دكتور عمرو محب المترجم الخاص بمستر انيه فايلر. لكن بعد التدريب الشيء اللي عايزين نطمن عليه كل الجمهور النادي الاهلي هو رمضان صبحي ومحمد هاني. كويس. رمضان صبحي طبعا عدم مشاركته في مباراه بني سويف، ومحمد هاني اللي اشتكى من اجهاد بسيط النهارده شارك في امير في الجرعه التدريبيه كامله. تدريب النهارده كان ساعه و10 دقائق، شاركوا في كل الفقرات الشوتنج، العرضيات، التصويب على المرمى، واختتم كمان مستر ريني فايلر ببعض الكرات الثابته من الاطراف، يعني من ناحيه الشمال ناحيه اليمين من المنتصف، وامور عديده جدا النهارده كانت فيها جمل تكتيكيه كمان. النهارده حاول بشكل كبير مستر ريني فايلر ان هو مع قراءته لمباراه الهلال الاخيره ومع المباراه الاخيره اللي هو قدر ان هو يجمعها طبعا عن طريق محلل الاداء شعيب، حاول النهارده ان هو يوصل اللاعبين نظريا وفي الملعب كمان تطبيقه للثغرات الخاصه بنادي الهلال، التمركزات بالنسبه لخط الهجوم وخط الدفاع. ان شاء الله يعني امير باذن الله يعني عندنا امل كبير في المباراه القادمه ان النادي الاهلي يحصل على اول 3 نقاط بالنسبه لهذه البطوله، وجمهورنا بناكد عليه من خلالك يا امير ان شاء الله باذن الله يكون الدافع الكبير لفريق النادي الاهلي، وان يصعد النادي الاهلي تدريجيا من دور المجموعات باذن الله. الكل جاهز يا كريم في التدريبات باستثناء المصابين اللي هو علي معلول وايقاف طبعا ايمن اشرف مش هيكون موجود في المباراه الجايه، لكن فيما عدا ذلك كله جاهز باذن الله. باكد لك يا امير. يعني طبعا خساره لايمن اشرف ان هو مش يكون متواجد، وعلي معلول ايضا كمان اللي بيأدي التدريبات، علي معلول يعني نقدر نقول 10 ايام الحمد لله يمكن تأثرت منه بشكل شخصي قبل ما نعود الى هنا، قال الحمد لله ما طقتش الضمه، يعني ما طرقعتش طبعا. عارف ان الضمه طبعا بتاخد وقت كبير جدا، لكن قال نغزه بسيطه جدا وعلى طول، يعني الجهاز الطبي للنادي الاهلي بيتعامل معاه بكل جديه. 10 ايام ان شاء الله باذن الله ويعود من جديد علي معلول. الكل جاهز يا امير الحمد لله. يعني محمد هاني كمان اللي كنا قلقانين النهارده ان هو ما يشاركش في التدريب للاجاد، لا يشارك النهارده في الجرعه التدريبيه كامله، يعني ربنا يكرم ان شاء الله. وبكره تدريب الساعه 4 عصرا ومنها معسكر مغلق لفريق النادي الاهلي، تدريب يعدي على خير ان شاء الله بدون اي اجهاد وبدون اي اصابات ان شاء الله. يعني الله باذن الله. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، واللي قال لنا كل التفاصيل اللي بتتعلق بمران الفريق النهارده صباحا واستعدادا لمواجهه غايه في الاهميه امام فريق الهلال السوداني يوم الجمعه القادم. خلينا اقول لكم بمناسبه طبعا مباراه الهلال السوداني، في مؤتمر صحفي لفايلر وعاشور بكره باذن الله، وده الطبيعي يعني قبل كل مباراه في بطوله دوري ابطال افريقيا طبقا للوائح الكاف بيبقى في مؤتمر صحفي للمدير الفني وكابتن الفريق للحديث بشكل اكبر عن المباراه والرد على استفسارات بعض الاعلاميين، وده اكيد بيبقى مؤتمر صحفي هام. المؤتمر ده هيكون بعد مران الاهلي على طول، وهيكون قبل مران فريق الهلال السوداني اللي هيتمرن على استاد السلام في تمام الساعه 9 مساء، وهو نفس ميعاد المباراه، وده الطبيعي يعني طبقا للوائح الكاف. المؤتمر بالمناسبه هيكون ايضا في استاد السلام مؤتمر النادي الاهلي، مؤتمرين يعني بشكل عام، ونفس الحال بالنسبه لفريق الهلال السوداني وكابتن الفريق المدير الفني وكابتن الفريق. المدير الفني اسمه صلاح ادم، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، ومعاه كابتن الفريق اللي هيحضروا المؤتمر الصحفي غدا. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، وباذن الله تكون اول 3 نقاط في المجموعه وفي اطار مشوار النادي الاهلي نحو الصعود للادوار المقبله.
كمان نحو التتويج باللقب، لأن ده الهدف الأساسي والأهم والأسمى بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة. ده شيء مهم جدا. بمناسبة المباراة وزيادة عدد الجماهير ل 15,000، الناس كتير جدا بتسأل على موضوع التذاكر، الأمور هتبقى ماشية إزاي؟ الأمور واضحة يا جماعة، اللي معاه كارت أهلاوي يقدر يحجز بيه، واللي هيحجز من خلال شركة تذكرتي يقدر يحجز، بس أهم حاجة إن يكون معاك الفان أي دي. مش هتقدر تستلم أي تذكرة غير لما يكون معاك الفان اي دي باذن الله، وان شاء الله جمهور النادي الاهلي ينور كده الملعب ويكونوا العامل رقم واحد في فوز النادي الاهلي في هذه المباراه. تقولوا لي حاجه يا جماعه؟ طيب خلينا نروح لمداخله مهمه جدا مع السيد محمود جبارة مدير الكره بفريق الهلال السوداني. يا استاذ محمود اهلا بيك. اهلا بيك استاذ امير. اهلا بيك، منورين مصر. بوجود مصر منوره ان شاء الله. عايزين نتكلم طبعا على استعدادات فريق الهلال السوداني لهذه المباراه، وكيف كان استقبال النادي الاهلي للفريق السوداني قبل يومين من انطلاق المباراه. انا برحب بكل يعني مشجعي النادي الاهلي وكل محبي كره القدم المصريه، ونؤكد على يعني ديمومه العلاقه الطيبه بين الشعبين الشقيقين، شعب السودان والشعب المصري. ونحن بدورنا نتمنى لمصر كل تقدم وكل تطور وكل ازدهار. هذه العلاقة الأزلية أكيد هي انعكست إيجابا على وصولنا إلى القاهرة. وجدنا استقبال طيب في مطار القاهرة، وكان هناك موفد من قبل إدارة النادي الأهلي هو متواجد معنا 24 ساعة. كويس. سهل لنا كل المهمات. ده شيء نعم. طيب بالنسبة للاستعدادات بقى للمباراة بالنسبة لفريق الهلال السوداني. أكيد نحن في تدريبات يومية صباحية ومسائية. وايضا يعني مستعدين في كامل الجاهزيه بتاعتنا، كامل الفرقه بتاعتنا جاهزه للتجنيد في الكشف الافريقي. ادينا مباراه قبال حضورنا لمصر في ذات اليوم بتاع السفر، انتصرنا فيها على فريق حي الوادي وهو من الفرقه المقدمه في الدوري السوداني، وعلى جاهزيه تامه ان شاء الله. طيب عايز اتكلم على شكل المنافسه بالتحديد في المجموعه يا استاذ محمود، وخصوصا بعد الجوله الاولى ونتائجها، شايفينها ازاي؟ يعني نحن الحمد لله في صدارة المجموعة من يعني الجولة الأولى. وأكيد الصراع حيكون محتدم في هذه المجموعة، بتضم أندية كبيرة، الأهلي القاهري فريق كبير، النجم الساحلي فريق كبير، وكذلك الهلال السوداني. بلاتينيوم هو ليس بالفريق السهل، فريق أيضا عنده عناصر شابة، يتمتع بلياقة بدنية عالية، بيقدم في مستوى رفيع. فأنا أفتكر شكل المنافسة يعني حيكون قوي. بطاقتية التأهل لن تبوح بأسرارها إلا في الجولات الأخيرة، ده حسب تقدير الشخص إن شاء الله. هل في أي غيابات في صفوف فريق الهلال السوداني؟ لا، نحن تقريبا بصفوف مكتملة، كل اللاعبين الموجودين في الكشف الإفريقي متوفرين في صحة تامة وجاهزين بدنيا ونفسيا وفنيا إن شاء الله. طيب هل تابعتوا مباراة الأمس بالنسبة للنادي الأهلي أمام بني سويف في كأس مصر، ومين كمان من وجهة نظركم أخطر لاعبي النادي الأهلي من خلال متابعتكم على مدار أكثر من مباراة؟ أكيد يعني. يعني اكيد تابعنا المباراه، هي كان في كاس مصر، والاهلي يعني ما اشرف كل اللاعبين الاساسيين، جزء من اللاعبين البدلاء بقياده وليد سليمان. وده شيء طبيعي لانه دائما في مباريات الكاس، ولما تكون عندك مباراه على المستوى القاري ما بتشرك كل العناصر الاساسيه. نحن متابعين النادي الاهلي باعتبار انه يعني المشاهده بتاعته متاحه بالنسبه لنا. وشاهدنا مباراته امام النجم الساحلي، وقفنا على شكل التكتيك اللي بيلعب به وشكل التنظيم اللي بيأدي به. ويعني دائما الفرق الكبيره هي بتحافظ على الاسطائله بتاع الليل، ما بيكون في تغيير في شكل التنظيم بشكل كبير، وبيبقى الحلول الفرديه في اوقات كثيره هي العوامل اللي بتؤدي الى الانتصارات. فيعني احنا بنؤكد انه يعني على معرفه تامه بالنادي الاهلي، فرقه النادي الاهلي، كما هم ايضا على معرفه كبيره وتامه بفرقه النادي الهلال وعناصره وشكل التنظيم بتاعه وشكل ادائه. توقعاتك النتيجه ايه؟ صعب التكهن بالنتائج. ان شاء الله الاهلي يكسب، ان شاء الله الاهلي يكسب. اللي ان شاء الله الهلال يكسب. انتوا في كل الاحوال، في كل الاحوال انتوا في كل الاحوال تبقى العلاقه الافضل. اكيد طبعا انتوا منورين مصر في الحقيقه، منورين ومرحب بيكم دائما في مصر، انتوا اشقائنا، واكيد نتمنى لكم كل التوفيق في ميعاد مباراه النادي الاهلي باذن الله تعالى. يا استاذ محمود انا بشكرك شكرا جزيلا. استاذ محمود جبارة مدير الكره بفريق الهلال السوداني، وكانت مداخله مهمه جدا، واتكلمنا معاه على استعدادات هذا الفريق لمواجهه الاهلي يوم الجمعه المقبل، وان شاء الله الاهلي دايما يكون موفق في هذه المباراة. في حاجة تانية نتكلم فيها في البداية؟ ما فيش حاجة تانية. خلينا نروح نشوف بقى ايه اهم الاخبار اللي اتكتبت على النادي الاهلي في الصحف. يلا بينا.
الأخبار. الأهلي ينجو من فخ بني سويف بثلاثية. وليد أزارو يستعيد ذاكرة التهديف، وفايلر يجهز قطع الغيار للهلال السوداني. الأخبار المسائي. الأهلي يعبر بني سويف. الأحمر يتأهل إلى دور الثمانية الكأس بثلاثية، وعلامات استفهام على الأداء. ماشي. اليوم السابع. الأهلي يشكو الحكام الأفارقة للاتحاد الدولي لكرة القدم. فايلر يوافق على رحيل جيرالدو وتحديد نقاط القوة والضعف في الهلال السوداني. في مصر اليوم. الأهلي يصعد شكواه ضد بوندو للفيفا. هاني يتماثل للشفاء، برنامج خاص لصبحي وأجايين، وفايلر لم يستقر على بديل أشرف. الأهرام. الأهلي يفوز على بني سويف المكافح 3-1 في كأس مصر. تغييرات فايلر حولت تسير المباراة للأحمر، وضرب الجزاء ضائع. الجمهورية. بسبب الحكام الأفارقة الأهلي يصعد أزمته للفيفا. المسا. في دور 32 الأهلي حديد هزم أبناء الصعيد. الشروق. الأهلي يصعد للفيفا ملف أخطاء الحكام الأفارقة. النادي طالب بالتحقيق العاجل فيما ارتكبه الحكم البوتسواني من أخطاء في مباراة النجم الساحلي. الوطن. الأهلي يواصل استعداداته للهلال السوداني دون راحة. رمضان صبحي يعود للمران، نصائح خاصة لمحسن وتجهيز بدائل معلول وأشرف، وفايلر يجهز وحيد وإبراهيم نفسي. المسح. فايلر مبسوط باستاد القاهرة ويعترف بتراجع الأداء. حسن موسى، قدمنا مباراة جيدة أمام فريق بطل. طيب، الحديث أكيد في الصحافة المصرية النهاردة عن مواجهة النادي الأهلي بالأمس في دور 32 مع بني سويف، واللي انتهت بفوز النادي الأهلي 3-1. فالكل بيتكلم عن هذه المباراة وآراء متباينة يعني في الحقيقة. خلينا نبتدي بجريدة الأخبار واللي قالت إيه عن النادي الأهلي النهاردة. قالت إن الأهلي ينجو من فخ بني سويف بثلاثية. فعلا فريق بني سويف كان فريق محترم جدا جدا ومنظم جدا تكتيكيا في أرضية الملعب، لكن النادي الأهلي قدر إن هو يتعامل ويفوز في النهاية بنتيجة 3-1، وده الأهم في كل الأحوال. وليد أزارو يستعيد ذاكرة التهديف، وده مكسب مهم جدا من ضمن مكاسب مباراة الأمس. وفايلر يجهز قطع الغيار للهلال السوداني، يعني قصده من مثلا مكان أيمن أشرف هيكون مين، ومكان علي معلول هيكون مين. مكان علي معلول خلاص الأقرب كده أو المؤكد هيكون محمود وحيد. أيمن أشرف كده كده موقوف، حتى لو ينفع انه يلعب في المكان ده لكن هو موقوف مش هيكون متاح، فكده محمود وحيد خلاص ايه مكان علي معلول. لكن مين هيكون مكان أيمن أشرف لسه اكيد هيستقر مستر رينيه فايلر، والأقرب اكيد هيكون ياسر إبراهيم، يعني ده ممكن يكون الأقرب في كل الأحوال والمعطيات ما قبل هذه المباراة. نروح للأخبار المسائي وبيقولوا ايه. الأهلي يعبر بني سويف. الأحمر يتأهل لدور الثمانية للكأس بثلاثية، وعلامات استفهام على الأداء. ودي الجزئية، عفوا دور الستاشر، هم كاتبين دور الستاشر مش أنا اللي قريت غلط، ماشي. دور هم كاتبين دور ثمانية، لكن هو المفروض إحنا هنتأهل لدور الستاشر، يعني إحنا لعبنا دور 32 وكسبنا الحمد لله النادي الأهلي تأهل لدور الستاشر مش دور الثمانية. هم يعني ممكن تكون غلطة، يعني عادي بتحصل. علامات استفهام على الأداء، وده اللي بيهمني في الخبر في الحقيقة، لأن علامات استفهام يعني الشوط الاول ده طبيعي ان الاهلي يظهر بالمظهر ده، الاداء ما كانش قوي. ليه؟ لان عندك عدد كبير من اللاعبين بيشاركوا مع بعض لاول مره، فبالتالي ما بيبقاش فيه انسجام. لما فيش انسجام يبقى خلاص ما فيش اداء المنتظر في كل الاحوال. لكن الشوط الثاني مع تغييرات مستر فايلر، وفي الحقيقه انا اتفاجئت بان هو عمل تغييرين مع بدايه الشوط، الحاجات دي كنا بنشوفها ايام مستر مانويل جوزيه بس في الحقيقه، فبرضه حاجه جيده. الراجل عدل بشكل سريع في التشكيل، قدر ان هو يجد الحلول اللازمه اللي تساعد في فوز النادي الاهلي بالمباراه بالامس، وده شيء مهم ومميز في الحقيقه. لكن دايما موضوع الاداء ده مش شرط. بنفرح لما الاهلي بيلعب حلو، لكن بنفرح اكتر لما الاهلي يكسب. فطبيعي مفيش نادي في العالم هيفضل كل الماتشات حتى لو بيكسب يؤدي بنفس الاداء المنتظر يعني. طيب نروح لليوم السابع وبيقولوا ايه. الأهلي يشكو الحكم أو الحكام الأفارقة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وده طبعا من خلال شكاوي النادي الأهلي سواء الاتحاد الأفريقي في البداية وبعد كده للاتحاد الدولي بالأمس، في شكوى كانت مهمة جدا بخصوص الحكام. واتكلمنا في الموضوع ده امبارح وأول، لأن في الحقيقة الموضوع بقى صعب جدا يعني فوق كل الحدود يعني بصراحة. فايلر يوافق على رحيل جيرالدو. طيب الخبر ده ممكن يكون اتكتب قبل
المباراه ما تخلص مثلا، مباراه امبارح برضو بيبقى فيه طبعه اولى وطبعه ثانيه وطبعه ثالثه يعني في الجرايد في الحقيقه. فاعتقد الموضوع ده طبعه اولى، وممكن ما كانش يتكتب بالصيغه دي لما كانوا يتفرجوا على جيرالدو في المباراه امبارح. جيرالدو عمل ماتش كويس جدا جدا، نزل غير الدنيا في الشوط الثاني، سرعات ايه، مهارات ايه، حاجه كانت كويسه. فبالتالي زي ما بنقول لحضراتكم كل يوم، كلام سابق لاوانه، موضوع ان مستر فايلر قرر انه يستغنى عن لعيب او يتعاقد مع لعيب، ده كلام سابق لاوانه. ليه بقى؟ لان انت ما بتضمنش ايه اللي ممكن يحصل في المباريات اللي جايه، لعيب يتصاب فتحتاج لجيرالدو، جيرالدو نفسه يتالق زي ما تالق امبارح فتقول لا ده هينفعني في خططي المستقبليه للفريق في بطولات مختلفه. فالكلام ده دايما ما بيبقاش مضمون، المضمون الا ما يبقى في حاجه رسمي من النادي الاهلي، لكن جيرالدو في الحقيقه عمل مباراه كويسه جدا امبارح وموجود مع النادي الاهلي. موضوع تحديد نقاط القوه والضعف في الهلال السوداني، وده اللي بيشتغل عليه الجهاز الفني حاليا علشان ان شاء الله يعرفوا كيفيه التعامل مع هذا الفريق وباذن الله يكونوا موفقين. نروح للاهرام. الاهرام قالت ان الاهلي يفوز على بني سويف المكافح 3-1 في كأس مصر. تغييرات فايلر حاولت سر المباراة الأحمر وده حقيقي، وضرب جزاء ضائعة، ضرب جزاء مروان محسن، واضح أنه عنده اهتزاز في الثقة شوية، لكن مروان عنده أيضا في نفس الوقت قدرات رائعة والمهاجم ممتاز ولعيب دولي كبير، وأكيد إن شاء الله هيعود لتألقه قريبا جدا مع النادي الأهلي. وعادي أي حد بيضيع ضربة جزاء، يعني الأهم في النهاية إن الأهلي كسب، لكن هي كانت هتبقى مهمة بالنسبة لمروان نفسه في الحقيقة، لكن دايما يعني أموره بتحصل وظروف ممكن يعدي بها أي لاعب. مروان لعيب جيد وإن شاء الله يكون إضافة قوية للفريق خلال الفترة القادمة. نروح للوطن. والوطن بتتكلم على ان الاهلي واصل استعداداته للهلال السوداني دون راحه، وطبعا مفيش راحه لان انت عندك تدريب النهارده اللي كان الصبح، وتدريب بكره اللي هيكون بعد الظهر، هيكون بالتحديد في تمام الساعه 4 عصرا، وبعد بكره ان شاء الله تلعب ماتش الساعه 9 بالليل يوم الجمعه. رمضان صبحي يعود للمران، خلاص بيعود وبيشارك بشكل كامل النهارده. نصائح خاصه لمحسن، وده بخصوص يعني اداء مروان محسن، اكيد في تعامل سواء نفسي او فني من قبل الجهاز الفني مع مروان محسن. تجهيز بدائل معلول واشرف معروفين، وفايلر يجهز وحيد وابراهيم نفسين اللي هم البدائل يعني، واكيد في تجهيز نفسي برضو ده بيبقى شيء لابد منه يعني. نروح للمسا. فايلر مبسوط باستاد القاهره، وفي الحقيقه باستاد القاهره يبسط ويفرح، منظر جميل جدا، ومدرجات طبعا ما كانش فيه جماهير كتير للاسف، وده يعني بسبب الاعداد المحدوده، لكن في كل الاحوال شكل الملعب شكله ممتاز، ارضيه الملعب كويسه جدا. نفسنا دايما يعني استاد القاهره من الاستادات الممتازه، نفسنا يعني يكون متاح في كل الاوقات في كل البطولات لكل الانديه في الحقيقه يعني. ويعترف بتراجع الاداء فايلر من خلال مؤتمر صحفي، يعني هو قال ان الاستاد القاهره استاد جيد جدا ونفسه يلعب عليه على طول دايما يعني، وكمان بيعترف بتراجع الاداء بالنسبه للنادي الاهلي، وقال السبب ان ما كانش فيه انسجام وده طبيعي جدا. حسن موسى اللي هو المدير الفني للفريق بني سويف قال ان هم قدموا مباراه جيده، وده حقيقي ان هم عملوا مباراه ممتازه. طيب خلينا نروح لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي والمتواجد بجانب قاعة اجتماعات مجلس إدارة النادي الأهلي، وفي اجتماع مهم جدا لمجلس الإدارة النهاردة للحديث عن بعض الأمور الإدارية الهامة جدا وفيما يتعلق بالجانب الإنشائي الجانب الرياضي وتجديد لبعض مديري الإدارات في النادي الأهلي. اجتماع هام في الحقيقة النهاردة. خلينا نروح للشريف. يا شريف مساء الخير عليك. حضرتك يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما اتفضلت وقلت فعلا انا متواجد بجانب قاعه مجلس الاداره، قاعه الراحل العظيم الكابتن صالح سليم. من الان مجلس الاداره منعقد منذ حوالي نصف ساعه طبعا برئاسه الاسطوره الكابتن محمود الخطيب لمناقشه عده موضوعات، وعلى راسهم طبعا اعتماد الجمعيه العموميه السابقه المنتهيه منذ عده ايام، وعده ملفات رياضيه وعده ملفات انشائيه وملفات كثيره جدا مجلس الاداره بيناقشها الان برئاسه طبعا الكابتن محمود الخطيب. طيب الاجتماع من المتوقع ان هو يستمر لحد امتى؟ وعايز اعرف منك كواليس في النادي، هل في اي حاجه جديده، حاجه حابب تقولها يا شريف مثلا؟ خليني اقول لك ان قبل الاجتماع مجلس الاداره طبعا كان لجنه الكوره منعقده مع او لجنه التخطيط منعقده مع الكابتن الخطيب، يمكن استمرت حوالي ساعه، يمكن حضر مدير الكوره هذه الجلسه الكابتن سيد عبد الحفيظ، ومن بعده كان في ايضا اجتماع ل طبعا رئاسه المركز الاعلامي للاستاذ جمال جبر، الاستاذ شريف فؤاد، الدكتور محمد العدل،
ايضا مع الكابتن محمود الخطيب، ومن بعده اجتماع مجلس الاداره في مفاجاه النادي الاهلي بيجهزها بعد قليل، هيكون في نقل على الهواء من داخل النادي الاهلي، هتكون في مفاجات هتتوالى الفتره المقبله عبر شاشه قناه النادي الاهلي، في مفاجات طبعا هتسعد كل جماهير النادي الاهلي، فاحنا منتظرين النادي الاهلي يعلن عن هذه المفاجات عبر شاشتنا الجميله شاشه قناه النادي الاهلي. بعد قليل قد ايه يعني يا شريف؟ يعني بتتكلم مش قبل الساعه 8 وانت طالع بقى. نتمنى كل التوفيق في كل الاحوال لمجلس اداره النادي الاهلي في اتخاذ القرارات المناسبه اللي تكون في صالح النادي بشكل كامل. يا شريف انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، واللي قال لنا كل كواليس اجتماع مجلس اداره النادي، واجتماع في الحقيقه غايه في الاهميه، وهنترقب كل القرارات اللي هتكون على مدار اليوم النهارده، ومن خلال كمان مؤتمر صحفي هيكون بالليل هيتم نقله من خلال شاشه قناه النادي الاهلي باذن الله تعالى. اتكلمنا في اخبار الاهلي في الصحف، لسه في اخبار عن النادي الاهلي في المواقع نشوف. مصراوي نمتلك الثقة، ماذا قال رئيس بعثة الهلال قبل مواجهة الأهلي بالأبطال؟ مبتدأ لدعم خط الهجوم، نجيري تحت رادار جهاز الكرة في الأهلي. موقع الكابتن، السويسري يحدد 5 مراكز لتدعيم الأهلي في يناير والموسم الجديد. موقع كورة، طه اسماعيل يشيد بتصعيد الأهلي ضد الكاف. نبتدي بموقع مصراوي، واتكلم النهارده وقال تصريحات على لسان سيف الدين اللي هو رئيس بعثة الهلال قبل مواجهة الأهلي، والراجل بيتكلم عن المباراة بيقول ان احنا نمتلك ثقة كبيرة جدا في لعيبتنا وفي انفسنا، وان احنا بإذن الله هنأدي مباراة كبيرة على حسب تصريحاته، وان هو بيتمنى ان هو يتخطى هذه المباراه على اقل تقدير بالتعادل، وشايف ان حظوظه كبيره في التاهل للادوار المقبله بعد الفوز في المباراه الاولى على بلاتينيوم في السودان بنتيجه 2-1، وقال ان هم جاهزيه تامه لهذه المباراه، ان شاء الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي. نروح لموقع مبتدأ. موقع مبتدأ قال بيقول خبر يعني النادي الاهلي بيتابع لعيب نيجيري، وهو اللعيب ده تحت رادار يعني جهاز الكره في النادي الاهلي اللي دعم خط الهجوم. وبالمناسبه يا جماعه هو مش لعيب نيجيري بس او لعيب كاميروني، هو اكتر من لعيب واكتر من جنسيه ممكن يكون بيفكر فيهم الجهاز الفني للنادي الاهلي، ويشوف الانسب مين ويجي بغض النظر بقى انهي مركز، خط الهجوم خط النص دفاع الكلام من ده امر يخص الجهاز الفني يعني، لكن هم بيقولوا يعني خبر على وحدته إنه هو لعيب نيجيري، واحنا بنقول لحضرتك كنا اكتر من لعيب مش لعيب واحد يعني، والاستقرار لسه ما تمش بشكل نهائي على هذا اللاعب اللي ممكن قد ينضم للنادي الاهلي في شهر يناير. نروح لموقع الكابتن، وبيقول المستر ريني فايلر حدد 5 مراكز لتدعيم الاهلي في يناير والموسم الجديد. طبعا احنا في يناير لاعبين بس اللي هنقدر نجيبهم، مكان لاعبين يكونوا عندنا، وفي الموسم الجديد بقى الدنيا مفتوحه تقدر تجيب اللي انت عايزه يعني. فهو الراجل بيركز على 5 مراكز طبقا لخبر موقع الكابتن، و5 مراكز هم بيقولوا مثلا ايه، مهاجم، مساك، ظهير ايمن، ديفندر، جناح ايسر. خلينا نقول يا جماعه ان في المجمل دايما النادي الاهلي او اي فريق بيسعى لبطوله دايما بيفكر في التدعيم بافضل اللاعبين في مختلف المراكز. يعني انت ممكن تكون شايف دلوقتي مركز كويس جدا في النادي الاهلي مش محتاج لعيبه، لكن ممكن يكون في خطط الجهاز الفني لا انا محتاج لعيب مثلا بصفات معينه في المكان ده يقدر ينفذ لي تكتيك معين، يقدر كلها امور يعني بيفكر فيها الجهاز يعني، هم ادرى بالقرارات بتاعتهم في الحقيقه. لكن اكيد في خطه متكامله للتدعيم الدائم بالنسبه للنادي الاهلي في الحدود اللي يكون محتاجها الجهاز الفني. في الشتاء ان شاء الله 2 لعيبه، وفي اخر الموسم تتعاقد مع اللي انت عايزه باذن الله تعالى. نروح لكوره، والكابتن طه اسماعيل يشيد بتصعيد الاهلي ضد الكاف. الكابتن طه اسماعيل طبعا نجم منتخب مصر السابق والنادي الاهلي السابق ورئيس لجنه التخطيط للكره السابق كمان بالنادي الاهلي، اتكلم واشاد بشكل كبير جدا في خطه التصعيد او في قرار التصعيد من قبل النادي الاهلي بخصوص الحكام الافارقه. وزي ما حضراتكم عارفين متابعين دايما النادي الاهلي صعد الاول
ضد الحكام من خلال الاتحاد الافريقي وماشي بشكل تدريجي ومؤسسي طبيعي جدا، وبعد كده راح للفيفا. وكابتن طه اسماعيل قال ان ده كان شيء مهم جدا ان لازم النادي الاهلي يعمله تحرك ايجابي، لانه واضح ان في تحيز متعمد ضد النادي الاهلي على مدار سنوات كثيره. ده كلام الكابتن طه اسماعيل، وكلنا لامسين الموضوع ده في الحقيقه، وعشان كده النادي الاهلي خد هذه القرارات وارسل هذه الشكاوي لجهات مختلفه، وان شاء الله نلاقي نتائج جيدة بعد هذه الشكاوى. وكابتن طه اسماعيل قال كمان ان في حكام ما عندهمش مهنية وحكام بيقبلوا الرشاوي، وده اللي بيأثر على البطولات الأفريقية بشكل عام، وفي وقائع واضحة جدا وفي حكام تم شطبهم وكلام من ده. فان شاء الله نتمنى الموضوع ده يتحل قريب من خلال بقى الفار، من خلال تطوير الحكام، من خلال هنشوف بقى الحل يبقى ازاي يعني بإذن الله تعالى. طيب دي كانت اخبار الأهلي في المواقع، لسه معانا اخبار محلية وعالمية نشوفها، يلا بينا. بوابة الوفد، حسام البدري يرفض خوض منتخب مصر مباراة ودية في مارس. بوابة الأهرام، برنامج إعداد مكثف للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020. الكابتن وائل رياض يتحدث عن استعدادات الأولمبي لطوكيو والثلاثي الكبار خاص. بوابة أخبار اليوم، ماجد سامي يطالب الجبلاية بتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف. اليوم السابع، الغندور الدفع بالمحكمات في القسم الثاني أولا والدوري لمواكبة التطور. سوبر كورة، اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع شركة إسبانية لتطبيق تقنية الفار. بوابة الشروق، ذكرى استثنائية في انتظار صلاح بالديربي أمام إيفرتون. يلا كورة، تستحق التقدير مثل صلاح، صحيفة إنجليزية تشيد بإنجازات صارع صار. بوابة الأهرام، تريزيجيه وفيلا على ملعب ستانفورد بريدج في مهمة جديدة بالدوري الإنجليزي. كورة، برشلونة يتحرك لتأخير اعتزال ميسي. وسبورت 360، كرة كوبا أمريكا 2020، الأرجنتين في مجموعة صعبة. طيب نبتدي بوابة الوفد، واللي اتكلمت النهارده قالت ان حسام البدري، كابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الاول، بيرفض خوض منتخب مصر مباراه وديه في مارس. احنا في شهر مارس عندنا توقف دولي ومباراه رسميه في اول تحديات تصفيات كاس العالم 2022 في قطر، فكان في اتجاه او تفكير ان ممكن يبقى في مباراه وديه قبل المباراه دي في نفس التوقف او نفس المعسكر الخاص بالمنتخب. فكابتن حسام البدري وضح من الخبر ان هو رفض ان يكون في مباراه وديه، وهيحاول يجهز اللاعبين، لاعبي المنتخب اللي هيختارهم في هذا التوقيت من الجانب البدني عشان يكونوا جاهزين للمباراه واول جوله في تصفيات كاس العالم. نروح لبوابه الاهرام، برنامج اعداد مكثف للمشاركه في اولمبياد طوكيو 2020. وكابتن شوقي غريب اعد برنامج وعرضه كمان على اتحاد الكره او اللجنه الخماسيه بالاتحاد، برنامج اعدادي بالنسبه للمنتخب الاولمبي قبل بطوله اولمبياد طوكيو 2020 اللي هتكون او هتبتدي في شهر 6 القادم. فبالتالي كابتن شوقي غريب حط يعني برنامج عباره عن 3 ايام خلال شهر فبراير وثلاث ايام خلال شهر مارس، او شهر مارس ده بيبقى معسكر او اجنده دوليه طبيعيه، فهو هيبقى ليه حق ان هو يكون معاه فتره اكبر. 3 ايام في ابريل ومايو، والمعسكر الاخير بيكون في شهر يونيو، ده اللي بيستعدوا من خلاله بشكل نهائي للبطوله. مارس ويونيو، معسكري مارس ويونيو دول ضمن الاجنده الدوليه، لكن هو في بخلاف مارس ويونيو يعني مثلا في شهر فبراير وابريل ومايو عايز معسكر صغير بالنسبه للمنتخب الاولمبي. بنتمنى له كل التوفيق يعني باذن الله. موقع الكابتن وائل رياض المدرب المساعد بالجهاز المنتخب الاولمبي بيتحدث عن استعدادات الاولمبي لطوكيو والثلاثي الكبار، ده شايف انه موضوع سابق لاوانه. كابتن وائل رياض قال ان احنا بنستعد بشكل كبير والاستعدادات هتكون اكبر واوضح بعد تحديد ممثلي اسيا وامريكا الشماليه في الاولمبياد، وهنشوف هنقابل مين في مواجهات وديه. وقال المواجهات الوديه هتكون في شهر مارس ويونيو. بخصوص الثلاثي الكبار قال ان احنا مش هنتكلم خاص على الثلاثي الكبار دلوقتي، لان احنا هنختار الاول عناصر المنتخب الاولمبي وبعد كده نشوف النواقص اللي عندنا ايه ونختار الثلاثي. وقال كمان بيبقى في متغيرات كثيرة على مدار الأشهر القليلة المقبلة، هنشوف هتستقر بينا على فين، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. نروح لموقع سوبر كرة، واتحاد الكرة
يتوصل لاتفاق مع الشركه اسبانيه لتطبيق تقنيه الفار. حقيقه اتحاد الكره عامل مجهود كبير جدا خلال الفتره الحاليه علشان يحاولوا يطبقوا تقنيه الفار بدايه من الدور الثاني، هيبقى شيء مهم جدا لازم يحصل باذن الله ان يكون في تقنيه فار. طبعا هم خلاص اتفقوا مع الشركه الاسبانيه دي، والشركه الاسبانيه دي هتبتدي تجيب المعدات في الملاعب اللي استضافت بطوله الامم الافريقيه للكبار، يعني استاد السلام، استاد القاهره، السويسري، الاسماعيليه، الدفاع الجوي، اسكندريه، ودول الطب كان فيهم تقنيه الفار، وان شاء الله يكونوا موفقين في تطبيق هذه التقنيه لان مهمه قوي ان شاء الله الدوري يستكمل بدايه من الدور الثاني بالفار. في بس عائق وحيد وهو ان منظمه الايفاب الخاصة أو الجهة التابعة للفيفا والخاصة بتطبيق القوانين الحديثة لكرة القدم قالت إن لازم يكون في إعداد جيد للحكام وعدد ساعات كتير للحكام يتمرنوا فيها، حكام الفيديو، عشان يكونوا جاهزين ولائقين لاستخدام هذه التقنية بإذن الله تعالى. طيب بعض الأخبار العالمية، بوابة الشروق مثلا بتقول إيه؟ ذكرى استثنائيه في انتظار صلاح بالديربي امام ايفرتون النهارده الساعه 10 وربع، ديربي الميرسي سايد ما بين ايفرتون وليفربول في الانفيلد ملعب ليفربول، مباراه غايه في الاهميه بالنسبه للريدز، فبالتالي مباراه النهارده هتكون المباراه رقم 100 لمحمد صلاح في الدوري الانجليزي، ده عدد كبير جدا ومميز جدا، وما كناش نتوقع ان يبقى عندنا لعيب مصري يوصل للعدد ده من المباريات. هو لعب 13 مباراه مع تشيلسي ولعب 86 مباراة مع ليفربول، لو شارك النهاردة لو حتى لدقيقة واحدة هيكون خلاص خاض مباراته الرقم 100، ونتمنى له دايما النجاح محمد صلاح نجمنا المصري. نروح ليلا كورة والكلام على سارة عصام، ودي لاعبة أو محترفة مصرية في كرة القدم بتلعب في ستوك سيتي الإنجليزي، هم ستوك سيتي دلوقتي في الدرجة الثالثة، فريق السيدات بالتحديد يعني في الدرجة الثالثة وبيحتلوا المركز الثالث، واللاعبة دي السنة فاتت لعبت 12 ماتش جابت 12 جون، فهناك الصحافة الإنجليزية بتشيد بيها جدا بالتحديد صحيفة ستوك ديلي، واللي قالت إن هي تستحق التقدير زي ما بيتم تقدير محمد صلاح لأن هي هدافة وخدت هدافة فريق ستوك سيتي السنة اللي فاتت، وأشادوا بيها بشكل كبير جدا، أكيد لعيبة كويسة وأكيد بترفع اسم مصر عاليا في الجانب بالسيدات بالتحديد، نتمنى لها كل التوفيق دائما. نروح لبوابة الأهرام، والنهارده طبعا في عدد من المباريات في الدوري الإنجليزي خليني أقول لحضراتكم عليها. النهارده من أهم المباريات برضو تريزيجيه وتشيلسي، أستون فيلا هيتلاعب تشيلسي، الماتش الساعة 9:30، ليستر سيتي واتفورد 9:30 برضو، مانشستر يونايتد وتوتنهام مباراة نارية الساعة 9:30، وساوثهامبتون ونورتش سيتي أيضا في نفس الميعاد، وولفرهامبتون وويستهام في نفس الميعاد، والساعة 10:15 زي ما قلنا حضراتكم ليفربول وإيفرتون. طبعا مباراة اليوم مباراة مهمة جدا لأستون فيلا لأن هم المباراة اللي فاتت تعادلوا في الأولد ترافولد مع مانشستر يونايتد 2-2، فروحهم المعنوية مرتفعة شوية، وهيقابلوا أيضا فريق قوي زي فريق تشيلسي اللي خسر آخر مباراتين، المباراة كانت أمام مانشستر سيتي وعلى ما اتذكر امام ويستام برضو كانت خساره، فبالتالي هتبقى مباراه قويه، نتمنى كل التوفيق لتريزيجيه ولمحمدي لو شارك طبعا في هذه المباراه. اخر خبر حال عليه موقع كوره، برشلونه يتحرك لتاخير اعتزال ميسي، ميسي المتوج مؤخرا بجائزه البالون دور وذا بيست كمان، يعني برشلونه هتحاول تجدد له عقده، ورئيس النادي هناك يعني بيقول ان احنا متاكدين ان ميسي بيتمنى دايما ان هو ينهي مسيرته في برشلونه، لكن احنا عايزينه يبقى متواجد في الملاعب معنا لاكبر فتره ممكنه، فعشان كده في اتجاه لتجديد عقد ليونيل ميسي، اسطوره مش هنكرر ميسي سواء هو او رونالدو بصراحه يعني. دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه، هروح لفاصل، بعد الفاصل معانا الناقد الرياضي استاذ محمد جمال وهنستفيض في الحديث وبعض الامور، استنوني. طيب اتكلمنا قبل الفاصل عن مباراة الهلال ومدى أهميتها والتشكيل المتوقع وكل هذه الأمور، لكن أنا عايز أتكلم عن شكوى النادي الأهلي للفيفا بخصوص الحكام، وبعد الشكل السيء والمتدني لحكم مباراة الأهلي والنجم الساحلي جوشوا بوندو، شايف الخطوات دي إزاي ومدى أهميتها بالنسبة للنادي الأهلي؟ بص يا أمير، يعني إحنا متفقين خالص إن حكم جوشوا بوندو حكم البتسواني لمباراة الأهلي والنجم الساحلي ظلم النادي الأهلي في المباراة. ظلم النادي الأهلي مش في أخطاء، يعني ممكن أخطاء كارثية، بس لا هي أخطاء ادت لان ممكن النتيجه تتغير. يعني طرد مدافع في الدقيقه 12 في مباراه بالزبط مهمه زي كده، اعتقد كان لازم يبقى يعني طرد في حاله ان انت مثلا لعيب تعمد ايذاء او لعيب عمل مشكله كبيره جدا في الملعب، لكن ايمن اشرف اصلا اللاعب اللي هو ياسين الشخاوي اعتقد كان ما لمس الكوره، يعني الكوره كانت فوق، طب ممكن الكوره كانت تروح لحارس، ممكن الكوره كانت تطلع، ممكن حتى بالزبط ممكن يسوق كانت رايحه للشناوي بالظبط بالظبط، ممكن حتى ممكن يعني ما يستلمهاش صح، لكن هو ما فيش لمس، يعني اللمسه حتى ما تديش طرد، يعني انت حتى لو عايز تحسبها ممكن تديها انذار، لكن حته انك تطرد لاعب في الدقيقه 12 في فريق زي
زي النادي الاهلي اعتقد برده كانت صعبه او حتى اي فريق. فقصه التصعيد للجنه الاخلاق في الاتحاد الدولي اعتقد كان لابد على النادي الاهلي انه يتخذ القرار ده في الفتره الحاليه عشان حتى مشواره طول البطوله. يعني انت مشوارك طول البطوله اكيد هتقابلك مباريات كتيره، مباريات صعبه، مباريات مهمه، انت محتاج ان لعيبتك بس تلعب كوره، مش محتاج انها تركز كمان في التحكيم. لكن انا اكتر شيء كان بيخليني افكر خلال مباراه النجم الساحلي هو قصه التعامل اللاعبين في الملعب مع بعض، الحكم مش حاسم فيها. يعني جوشو بوندو ما كانش حاسم في الامور دي. يعني في بدايه المباراه اللاعب رقم 12 زي حسين الشحات زقه، ممكن يعني حتى تعمل مشكله للاعب في رميه، خلاص الكره تلعب بره بتاعت السلي بالظبط، وكان ممكن كمان يبقى في شك ان النادي الاهلي ضربه جزاء في منطقه الجزاء بالظبط بتاع حسين الشحات بالظبط في لمسه يد او بتاع. لكن المباراه برمتها كلها انا عندي وجهه نظر فيها ان هي كانت مفيده جدا للنادي الاهلي من ناحيه ان فايلر شاف اجواء مهمه جدا ان هو يشوفها في اول مشوار الاهلي في البطوله. يعني انت لو تبص انك تتعرض لظلم تحكيمي وتتعرض ان يدخل فيه جول وتتعرض انك انت بتلعب في رادس وسط جمهور، موضوع الظلم التحكيمي ده هيتعامل معاه ازاي مستر فايلر؟ يعني بالظبط لا ان انت تشوفه، يعني انت ده في افريقيا متاح انك تشوفه، لكن الاهلي بيحاول سابقها في الموضوع ده في الحقيقه. انت الاهلي دلوقتي بيحاول ان هو يحد من الموضوع ده معاه. انت شفت انت البطوله اللي فاتت الاهلي والترجي، هشام محمد اتصاب قبل الماتش وتعور، اتخذ قرار الماتش الاولاني وليد ازارو واللي حصلت واللقطه مش عارف ايه، اتخذ قرار فورا يعني فاهم القصه ماشيه ازاي، القرار على طول. فده شيء غريب جدا. وبعدين برضو الغريب ان جوشو بوندو كان حكم مباراه الاهلي وكان سبورتنج 28 سبتمبر في الاياف في برج العرب. طب انت عملت المباراه دي، طب هو معلش الاتحاد الافريقي ولجنه الحكام ما فيش حكم غير جوشو بوندو؟ ما في حكام كتير جدا، ما فيش غير حكم ده. فاعتقد ان كان على لجنه الحكام تختار حكم ده، اصلا بقاله فتره عليه كلام كتير جدا. وبعدين مباراه زي مباراه الاهلي والنجم الساحلي، الناس لعبت قبل كده اثنين نهائي دوري ابطال افريقيا مع بعض. فريق بطل بثمان مرات بالزبط. وفريق بطل 2007 صح. اعتقد كانت محتاجه حكم من الحكام الكبار في افريقيا. يعني في مثلا حكم فيكتور جوميز جنوب افريقي حكم ممتاز، في حكام كتير جدا حكم ماتش ثاني يوم بالظبط على الرجاء والترجي بالظبط. فعندك حكام كانوا كويسين جدا انها تدير مباراه زي كده، مباراه بالحجم ده ما تديهاش لحكم مش هقول ان هو متعمد انه يخطئ قدام الاهلي، انا ما دخلش نيته. بس انت دلوقتي لما بتدي الحكم برده مش كبير في افريقيا، مباراه زي الاهلي والنجم مش هيقدر يسيطر على نجوم زي نجوم الاهلي او زي نجوم النجم الساحلي. اعتقد مباراه كانت سيئه جدا من الحكم. مباراه الطرد اثر، لكن الاهلي كان واقف على رجله طول المباراه. الاهلي كان واقف طول ال 82 دقيقه او طول ال 80 دقيقه على رجله خلال اللقاء. كمان الوقت الضايع يا امير، يعني 3 دقائق وانت تغييرات اصلا، 5-6 تغييرات في الماتش واصابات ولعيبه بتقع، وده طبيعي. يعني انا لو كسبان ممكن اقع مفيش مشكله، بس الحكم يشيل ده، يعني الحكم يشيل ان ده في الوقت الضايع. بمناسبه موضوع اللعيبه اللي بتقع، امبارح سمعت تصريح لاحمد حسام ميدو مدير فني لمصر المقص. قال ايه؟ قال انا هتكلم مع اداره المقص ان انا لو في اي لعيب في الفرقه اللي بتنافسني في الملعب وقع هلعب عادي، مش هطلع الكره بره بالظبط، الا لو لا قدر الله اصابه خطيره في دماغه مثلا او حاجه. لكن لان هو بيواجه على حد كلامه يعني بيواجه مشكله كبيره، ان كل شويه لعيب يقع يمثل لي الكره تتقطع منه فيمثل ان هو مصاب فبيعطل اللعب. وانا شايف الموضوع ده لا، في ظاهره ثانيه كمان، لعيب مثلا ضيع كوره لو تنفذ بصراحه بالظبط. لا في كمان ظاهره ثانيه، لعيب مثلا ضيع كوره خطر جدا وعايز يتعاد، انت فاهم قصدي ايه؟ يقع. طب ما خلاص اللعبه توقف ليه؟ الكره هتتعد. في حاجات كده غريبه بتحصل. بس الدوري الانجليزي اللي بتفرج عليه الناس كلها بتفرج دلوقتي على الدوريات الاوروبيه والدوري الانجليزي، الناس بالتحامات قويه جدا بيقوم يلعب. امبارح فان انهولت مطرود في اول 10 دقائق مع كريستال بالاس ضد برنوس، ليه؟ ايذاء، في ايذاء. لكن هل ايمن اشرف اذى المهاجم؟ لا طبعا، هي الايذاء طرد مباشر. لكن انت دلوقتي ممكن تدي فرصه، انت في دقيقه 10 فطبيعي جدا لعيب يلمس لعيبه، يعني فاهم يا امير؟ عادي جدا في لمس بيحصل في الملعب. ما انت في وسط الملعب بيحصل لمسه قد كده، هل هتطرد؟ مش هتطرد. لكن انت بتتكلم ان الكوره رايح انفراد، طب الكوره رايح انفراد، هل الكوره في حوزته؟ هي الكوره مش في حوزته. رايك في تعامل الاهلي مع الموضوع ده؟ مميز ان انت تضغط من دلوقتي بقرارات. انت عايز قرارات، انت عاوز ان انت ما يحصلش معاك ظلم تاني. انت مش بتطلب غير حقك طبعا، انت بتطالب بحقوقك، انت بتطالب ان انت يا جماعه انا مش هتظلم بالشكل ده. وبعدين النادي الاهلي لما يطلب لازم الاتحاد الافريقي ياخدها بعين الاعتبار. النادي الاهلي هو الافضل في افريقيا، هو الاكبر في افريقيا، 8 بطولات مش من فراغ، 8 بطولات مهمين. النادي هو الاكثر تتويجا، هو الاكثر تتويجا في البطولات الافريقيه. اعتقد ان النادي الاهلي، مش بقول نرديه يا جماعه، يعني هو انا بتكلم في نقطه ان لازم النادي الاهلي يتحط انه ما يشتكي في عين الاعتبار، زي الانديه كلها، زي الانديه اللي بتنافس كلها، زي الزمالك، زي الترجي، زي النجم، زي كله. لكن قصه ان تظلم نادي عشان بلعب بره او بلعب جوه، ما ينفعش ظلم، لازم نمشيها بشكل كويس حتى لو بنلعب جوه بالظبط. وبعدين لازم برضو الاتحاد الافريقي يفكر في تطبيق الفار. انت السنه اللي فاتت
طبقته في النهائي. انت السنه اللي فاتت طبقته في النهائي، وبعدين احنا شايفين مثلا الدوريات الاوروبيه لما بتطبق الفار لا غيرت نتائج كتير. الفار صح غير صح نتائج كتير صح جدا. مباراه زي السيتي وليفربول في الدوري الانجليزي اتغيرت نتيجتها بالفار. لو كان الحكم في الملعب حسب مثلا ضربه جزاء ولا حسب جول ولا 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 لا حاجات كتير بتتغير. السنه اللي فاتت في الشامبيونز ليج ماتش توتنهام ومانشستر سيتي جول في ستيرلينج في النهائي ولا من برناردو سيلفا الحكم شافها انها راجعه من برناردو مش مدافع توتنهام فخلاص لغى الجول. تأهل توتنهام ما تأهلش للنهائي بالظبط. فاعتقد ان تطبيق الفار مهم جدا. انت حاولت تجربه في ماتش النهائي قدام الاهلي والترجي ساعه مهدي عبيد، حاولت تطبقه في الماتش اللي بعديه السنه اللي بعدها بين الوداد والترجي وشفنا حتى الترجي خد البطوله. ده دليل ان التحكيم يعني مش كويس. ان الترجي خد البطوله بقرار صح ما خدهاش مره. ده مش ان الترجي والوداد كان بينهم حاجه لا، بس قرار حكم خطا ان الكوره كانت ممكن تبقى تسلل او مش تسلل، حصل الاعتراضات وان الفار مش شغال لكن انت لو كنت كارثه اكبر لو احنا دخلنا الفار والفار ما اشتغلش. لا دي مشكله ثانيه، دي مشكله ثانيه خالص في التقنيه وحاجات كتير. بس الكاف يقدر ينظم الموضوع ده ويقدر ان هو يجيب ماديات انه يطبق الفار. الانديه كلها بتبحث عن العداله، مفيش نادي عايز يتظلم ولا نادي عايز يظلم. لكن النادي الاهلي دور على حقوقه، عمل شكوى مميزه، عمل شكوى كويسه للاتحاد الدولي وبعت للاتحاد الافريقي صح. اعتقد ده شيء كويس، واعتقد ان ده هيفيد النادي الاهلي خلال الفتره الجايه كلها طول البطوله طول مسيرته في البطوله ان هو ما يتظلمش بالشكل الفج ده زي ما كان النادي الاهلي عبر في بيان. شكل المنافسه على البطوله شايفها ازاي السنه دي؟ لا هي بطوله قويه السنه دي كمان قوي. بطوله قويه جدا انت لو بصيت على المجموعات، يعني مثلا مجموعه نادي الزمالك مازيمبي فريق قوي جدا. الزمالك هيبقى فريق ان شاء الله يعني يعود برده بشكل كويس. موجود برده في المجموعه عندك اوجوستو البريميرو السنه اللي فاتت كان منافس قوي جدا خرج قدام الترجي بصعوبه صح. زيزكو فريق جيد على طول. مجموعه برده بتاعه النادي الاهلي، الاهلي او النجم او الهلال او بلاتينيوم كلهم فرق كويسه. الاهلي كمان عايز يفوز بالبطوله ودي رغبه كبيره جدا. الترجي كمان مجموعته قويه وانه يفوز على الرجاء خارج ملعبه رادس، فاعتقد برده كفايه. الترجي عامل فرقه كويسه السنه دي بالظبط، عاملين فرقه يعني الناس ممكن تتخدع تقول لك البلايلي مشي ومش عارف مين كده. لا 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 عاملين فرقه كويسه جدا بالظبط. وخلي بالك هو عندهم كمان مكان واحد في الفتره الجايه في يناير، هم بيفاوضوا لعيب جزائري وهم بيفاوضوا كمان مهاجمين، يعني عندهم طريقه للقوه. سان داونز طبعا فريق كويس ولعبنا السنه اللي فاتت وشفنا ان هو فريق كويس مع مدرب كويس بيتسو موسوماني. اعتقد ان البطوله السنه دي لا ليها شكل مختلف. حتى شوط القبائل رجع، يعني شوط القبائل الجزائريه فريق يعني الكره الافريقيه كانت فقدته خلال السنوات اللي فاتت من حيث الاداء ومن حيث ان هو يتواجد في البطوله الافريقيه. لا بطوله دوري الابطال السنه دي قويه جدا، على عكس مثلا السنوات اللي فاتت كان في فتره من فترات الكونفدراليه كان في الكونفدراليه فيها فرق قويه جدا برده زي دوري الابطال. لكن دوري الابطال السنه دي لا 16 فريق كويسين. اللي هيتاهل الثمانيه هيبقى دور قوي جدا في دور الثمانيه. اعتقد الاهلي منافس قوي جدا على البطوله لانه عاوز يرجع البطوله بعد غياب سنوات من 2013 لحد دلوقتي. اعتقد ان النادي الاهلي في الفترة الجاية أو نادي أي نادي عايز نفسه على دوري أبطال أفريقيا محتاج تدعيمات قوية جدا صح. محتاج إن هو عنده نفس طويل، مش هياخدها غير صاحب النفس الطويل إن شاء الله بإذن الله يكون الأهلي هو صاحب النفس الطويل. يا محمد أنا بشكرك، نورتنا وشرفتنا، وفي الحقيقة من الصحفيين المجتهدين واللي عاملين شغل رائع. بشكرك أنا بشكرك جدا أمير والله، ومبسوط جدا موجود على كرة النادي الأهلي. أنا أسعد كل تأكيد. كان ضيفنا العزيز أستاذ محمد جمال الناقد الرياضي، واتكلمنا معاه في بعض الأمور الهامة جدا عن الساحة الرياضية وبالتحديد فيما يتعلق بالنادي الأهلي ومشواره سواء المحلي أو الأفريقي. ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الهلال اللي هتكون بعد بكره. على مدار اليوم النهارده ترقبوا قناه النادي الاهلي لان هيبقى في بعض المفاجات ومؤتمر صحفي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره والاعلان عن بعض المفاجات الخاصه لجمهور النادي الاهلي. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده بكره اهم باذن الله تعالى. الى اللقاء.